علي ابن الفنان كريم عبد العزيز يظهر لأول مرة. لن تصدق من هو ابنه الفنان الشاب المشهور، ولن تصدق من هي زوجة الفنان كريم عبد العزيز النجمة الجميلة، ومن هو والدها المشهور. وأبرز المعلومات عن الفنان كريم عبد العزيز، كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو. ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ولد كريم عبد العزيز في 17 أغسطس عام 1975 في حي العجوزة في محافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة فنية والتي لعبت الدور البارز في سهولة دخوله وعمله في هذا المجال فيما بعد دون أن يكون غريبا عنه، فقد كانت بلوتوهات التصوير والاستديوهات لست بغريبة عليه منذ صغره نتيجة لعمل والده الدائم في هذه المجالات. التحق بالمعهد العالي للسينما عام 1994 وتخرج منه بقسم إخراج عام 1997، فعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، ثم قرر التوجه إلى مجال التمثيل ليحتل الجزء الأكبر من اهتمامه في هذا المجال، إلى أن جاءت له فرصة التمثيل مع المخرج شريف عرفة الذي كان أول من قدمه للجمهور، ثم اختارته الفنانة سميرة أحمد للقيام بدور ابن شقيقها في مسلسل امرأة من زمن الحب، كانت بداية حقيقية له. ثم توالت عليه العروض إلى أن جاءت الفرصة ليلعب دور البطولة المطلقة أمام الفنان أحمد حلمي ومنى زكي في فيلم ليا خلتني أحبك. علي ابن الفنان كريم عبد العزيز نسخة تبقى الأصل من والده. خطف علي ابن النجم المصري كريم عبد العزيز الأنظار في ظهور نادر رفقة والده احتفالا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بيت الروبي، ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر ابن الفنان كريم عبد العزيز وهو يتحدث معلقا على فيلم بيت الروبي لإحدى القنوات الفضائية، مشيدا بالفيلم وبدور والده الذي أضحكه. علي كريم عبد العزيز ليس معتادا على الظهور الإعلامي، وتعتبر هذه من المرات القليلة لظهوره في عمره عبر منصات التواصل الاجتماعي. وخطف علي ابن الفنان كريم عبد العزيز الأنظار إليه خلال العرض الخاص الذي أقيم أمس لفيلم بيت الروبي بمول مصر بمدينة أكتوبر. وظهر علي ابن الفنان كريم عبد العزيز مع والده على السجادة الحمراء، وهو ما جعل الجميع يؤكد أنه نسخة تبقى الأصل من والده في مرحلة طفولته. وكشف علي نجل كريم عبد العزيز عن رغبته في الاتجاه إلى التمثيل قائلا: مبسوط إن فيلم بيت الروبي نزل، وإن شاء الله هيبقى حلو وجميل بإذن الله. وأضاف: همثل أكيد، ليداعبه والده قائلا: يا رب يبقى بيعرف بس الأول. وعن رأي كريم عبد العزيز في اتجاه ابنه إلى التمثيل قال: أنا هسيب له مطلق الحرية، اللي هو عايز يعمله يعمله. جدير بالذكر أن علي نجل الفنان كريم عبد العزيز شارك في عمل فني مع والده من قبل، وأعجب به عدد كبير من المتابعين. لن تصدق من هي زوجة الفنان كريم عبد العزيز النجمة الجميلة المشهورة، ومن هو والدها السياسي المعروف. بعد الحديث عن أبرز المعلومات المتعلقة بالحياة الفنية للفنان كريم عبد العزيز، وتحدثنا عن نجله الفنان علي الشاب، فإن حديث الفيديو اليوم عن زوجة كريم عبد العزيز التي تبين إنها لست امرأة واحدة فقط. وتوضيحا، فقد تزوج الفنان المصري كريم عبد العزيز مرتين، الأولى كانت الصحفية سماح غنيم، وكان ذلك عام 2002، ولكن هذه الزيجة لم تستمر، ففي عام 2003 انفصل.
ليتزوج الفنان المصري كريم عبد العزيز للمرة الثانية والأخيرة عام 2005 من هايدي سرور، وأسمر زواجهما ابنتهما ملك وابنهم علي. ووصف الفنان كريم عبد العزيز زوجته الثانية بأنها أصيلة. ظهرت هايدي سرور بإطلالة رقيقة في صورها من خلال تطبيقها مكياج هادئ، كما بدت جميلة وجذابة بتسريحة شعرها البسيطة لتحصد إعجاب الكثير من المتابعين. وفي ظهور نادر لها، خطفت هايدي سرور الأنظار إليها مع زوجها النجم كريم عبد العزيز خلال العرض الخاص لفيلمه بيت الروبي. وظهرت هايدي سرور زوجة الفنان كريم عبد العزيز في العرض الخاص والأخير في فيلم بيت الروبي، وكان الفنان كريم عبد العزيز يقوم باحتضانها في لقطة رومانسية جمعت بينهما. وبدأت هايدي في قمة الأناقة والرشاقة، وظلت بجوار زوجها طوال فترة العرض، والتقطت معه العديد من الصور. وبالبحث عن زوجة الفنان كريم عبد العزيز الثانية، وجدنا معلومات بسيطة. أولا، إنها ابنة النائب السابق في مجلس الشعب هاني سرور، وتعمل مصممة أزياء وبالتحديد ملابس الأطفال. ويعد الفنان المصري كريم عبد العزيز أحد أبرز الفنانين العرب الذين يحرصون على إبعاد حياتهم الخاصة العائلية عن الأضواء والشهرة، لذا فهو لا يظهر كثيرا مع عائلته ولا يكشف عن أي تفاصيل خاصة. وقال الفنان كريم عبد العزيز: أنا أحب الأسرة والمنزل، وتزوجت مبكرا بحثا عن الاستقرار الذي افتقدته في طفولتي، وكان زواجا تقليديا. قابلتها في مقابلة عائلية، والدها صديق لوالدي، وهذه هي المرة الأولى التي التقيت فيها بفتاة من خلال الأسرة. أعجبت بها لأنها ذكية وتفكيرها أكبر من عمرها. تزوجنا عندما كانت تبلغ من العمر 20 عاما، وكنت أكبر منها ب10 سنوات. زوجتي هي حب حياتي، نحن متزوجون منذ 15 سنة. والمرأة المرتبطة بفنان يجب أن تكون واعية وتفهم. وهايدي زوجتي، أكرمني الله بها، إنها تفهم عملي بشكل جيد، وأحب أن تقرأ معي الأعمال وأخذ رأيها. هايدي تغار ولكن بطريقة عقلانية، ولا أريد تغيير هذا الأمر فيها، لأني لا أستطيع العيش مع امرأة باردة لا تغيرني. والعصبية والملل هما خصيتان حاولت تغييرهما في نفسي، ولكن خلف كل رجل ناجح تكمن امرأة قوية وملهمة. وهنا تأتي دور زوجته هايدي سرور. هايدي سرور هي شريكة حياة كريم عبد العزيز، ولقد أسست نفسها كشخصية ناجحة في عالم الأعمال. هايدي سرور ولدت في عام 1974، وتخرجت في جامعة القاهرة بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. اتجهت هايدي لمجال الأعمال وأسست شركة إنتاج وتوزيع أفلام تحمل اسم فيلم هاوس، وهي من بين الشركات الرائدة في صناعة السينما في مصر، بجانب عملها في تصميم الملابس وخاصة ملابس الأطفال. لقد قدمت هايدي سرور مساهمة كبيرة في دعم وتشجيع زوجها كريم عبد العزيز في مسيرته الفنية، كانت دائما بجانبه في رحلته الفنية، وكانت لها دور هام في نجاحه وتألقه المستمر. تشتهر هايدي بحضورها المميز في الأحداث الفنية والاجتماعية، حيث تظهر بجانب زوجها بكل فخر ودعم. علاوة على ذلك، يشتهر كريم وهايدي بكونهما زوجين مثالين ووالدين محبين. لديهما بنت تدعى ملك وولد يدعى علي، وقد رأيناهم في العديد من المناسبات وهم يستمتعان بوقتهما العائلي، ويظهران بصور معبرة عن حبهما لبعضهم البعض. قصة حب ونجاح كريم عبد العزيز وهايدي سرور تعكس التوازن المثالي بين الحياة العائلية والحياة المهنية. يعملان معا كفريق متماسك ويدعمان بعضهما البعض
في تحقيق أحلامهما وتحقيق نجاحهما في مجالاتهما المختلفة. باختصار، يعتبر كريم عبد العزيز وهايدي سرور نموذجا للزوجين الناجحين الذين يجمعون بين الحب والاحترام والدعم المتبادل. إنهما يمثلان مصدر إلهام للعديد من الأشخاص، حيث يعملان معا على تحقيق أحلامهما وبناء حياة سعيدة ومستقرة سويا على المستوى الأسري والمستوى الفني. وقال الفنان كريم عبد العزيز: ابنتي ملك تبلغ من العمر 15 عام، وفكرة الفتاة مع الأب تختلف تماما عن فكرة الصبي، وعندما يتقدم لها عريس فإن أول شيء سأفعله هو أن أكون صديقه. الفنان كريم عبد العزيز والده المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز، كما أن شقيقات والدته هن الممثلة سميرة محسن والكاتبة نوال مصطفى. تزوج من الصحفية سماح غنيا في عام 2002 كما ذكرنا، ولكن زواجهما لم يستمر حيث انفصل في العام التالي. في نوفمبر عام 2006 تزوج للمرة الثانية والأخيرة من هايدي سرور، ورزق بابنتهما ملك في أغسطس عام 2007، ورزق بعلي مع نهايات العام 2010. وقال الفنان كريم عبد العزيز: عرض علي الفنان أحمد زكي المشاركة في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، إلا إنه رفض في البداية خوفا من الوقوف أمام الفنان أحمد زكي بحسب قوله. وشارك الفنان كريم عبد العزيز في عدة أفلام أشهرها حرامية في تايلاند، وفيلم أبو علي، وفيلم حرامية في كي جي 2، وفيلم الباشا تلميز، وفيلم جاي في السريع، وفيلم في محطة مصر، وفيلم خارج على القانون، وفيلم ولاد العم، وفيلم الفيل الأزرق، وفيلم نادي الرجال السري، وأخيرا فيلم بيت الروبي. شارك الفنان كريم عبد العزيز في مسرحية واحدة وهي حكيم عيون عام 2001. وفي لحظة أليمة ذكر الفنان كريم عبد العزيز أنه عانى من 12 جلطة في الرئة، وقال: بينما كنت في لندن مع والدتي لإجراء بعض الفحوصات لها، وأخبرني الطبيب أنني سأموت، وجلست في المستشفى لمدة 60 يوما، ثم ذهبت إلى مستشفى آخر. الطبيب الذي كان طريقته ألطف بكثير في التعامل معه